لا مدة تبيعي ليا ولا كي داير لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. اليوم ست رمضان، غير البارح كانوا غير البارح كنقولوا رمضان جاي رمضان جاي، تبارك الله اليوم 6 ايام فيه كيدوز دغيا. نعطيو التحية لأم زهرة، شوفوا شنو كدير. السلام عليكم متتبعين، بركة أم زهرة القلابة تضغط. سلام متتبعين الخباز ديال الموند ديال لاباس غرور، لا تيتمتي بخير كما قالت لي استاذ رمضان. ان شاء الله لا يدوز الايامات جايين احسن من اللي دايزين ان شاء الله، وخا كلشي داز بخير وعلى خير الحمد لله، الله يجعل كل مسلم يصوم بخير وعلى خير. المهم متتبعين الخباز ديال الموند ديال لاباس غرور، لا تيتمتي بخير وعلى خير. ايوا هانكري ديخ مع الكوزينه، هانكري ديخ مع ديما ديما مع الكوزينه، ما كاينش غنرزمن غنرزمن نيجي على الكوزينه، كاينش يبدا القمه ايوا هنا شاربي نتايا، المهم الهم دوني في نتايا. ايوا غادي خا غول نشاركك شويه ديال خميره، غادي غا تخربيقات. ايوا غادي نطيب نشارك معكم شويه ديال تخربيقات. تخربيقات اللي قالت با نبدا بالزيت البلديه ان شاء الله، زيت العود. اشنو بغيتي ديري بعينا سنوي درتي؟ غندير واحد الكغاطون ان شاء الله ديخ بالروز والدجاج ان شاء الله. ايوا كنتمنى ديخ هاد الوصفه تعجبكم، ولا هاد المقادير زعما هذا هادشي اللي عطيت الله. اجي ندير هادي ندير دابا الزيت البلديه، غادي نشحر واحد خيزويه محكوكيه، واحد بقرعه ومطيشه حبه سميتها خيزويه بقرعه شي مشكل رمضان هذا. ايوا واحد البصله الخضريه باش تعطينا اللون الاخضر، حيت المتتبعين باش ما يبانش يشريو الفلفله كان دايره 300 درهم وما يشريوهاش غالية أم زهرة، كثرت اللحم كاتبين عليها بالفيسبوك. لقينا القرعة دايره هادي الفلفله دايره 20 درهم، كيصحاب لها واش عامره بالكفته والروز، ساعة لقيناها ما عامره لا بالكفته لا بالروز. انا من المستحيل المستحيل قلت الفلفله الخضراء غادي توصل هاد الثمن، ما عمرها ما شي لا هو هذا وها هو الروز غسلته مزيان ودرتو بزاف ديال الروز. ها انتم بسم الله على بركه الله نبداو بالروز ان شاء الله، ما غاديش المهم غادي نبداو بالروز ونبقى بعد المقادير الاخرين باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. غادي نشحر شويه الروز هو بالزيت هو الاول، هانتوما بحال الا بغيت نقليه غير واحد شويه ماشي بزاف، وعاد غادي نبقى نضيفو البصله ومورا هذا وهذا وشويه عاد نضيفو هادي ايوا هادشي اللي كاين، وغادي تتابعوا معايا وغادي نوريكم ديك الاخر كلشي المهم يعني كلشي المهم كلشي المهم. ايوا مزهرة معايا دابا باش نكمل ما قلتلهمش المقادير اللي غندير. ها هي المتتبعين راه لاحظت ديك الخضيره على الروز، حتى هي كتشحر واحد الريحه كتعيا في الزيت البلديه. دابا غادي دير العطريه، غنديروا مليحه ها هو بيدي الملح باش كنعرف القياس. الملح كنبغي نزيد شويه زيدي شويه، غتجي ملح لا لا كيشرب لا على حسابي خافيش قرعتيني كتقول لي بركه بركه. انا تدير الدجاج مالح بيدي هذا الشيء غنديروا المتتبعين التحميره. شحال عندك معلقه؟ ديري معلقه نديرو بلاص نديرو الثومه بودر ما معلقه كبيره على القرعه، دير غير شويه غير شويه ماشي معلقه غير نص عين كبيزانك وصافي. لا 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 صافي صافي تزل العدا تزل العدا خاص بركه صح تبقى غير ما خدلك الثومه اللي كاين تزيد وداك تزل العدا تزل العدا صافي بركه. كنجبر ام زهره دايره شويه كنجبر عينك بيدانك انتوما المتتبعين كتشوفوا العطيه اللي كدير ام زهره كيجبر كيبغي الدجاج كيبغي تكيجبر شويه تصرف الصوجه كيجبر الدجاج ماشي هنا ندير الدجاج ماشي هنا ديرها في الشرموله نخرقوا مع المتتبعين. اصلا هي هذه اللي درت تحريف قوي عاد نخرقهم كلشي كياكل عندنا في الدار مليحة من غير بيض سنة ما كيبغيش هادشي أصلا، غتعطيها غير الخيطات ديال الدجاج ياكلهم بركة عليك بركة هو غير اللحم بركة. هادي هي العطرية المتتبعين ديالنا اللي دارت أم زهرة، دابا غادي تاهي غادي تزيدها غير شوية توقفي عليها صافي درتي البزار ما كاينش أصلا ما حطيتيش راه جيبي ها هو راه زيتو الوصفة ديالي باش ها هاكا كانوا موجودو وصفيها صافي صافي
غادي يتشحر شويه د العطريه وغادي تطفي عليه وغادي نجي توريكم الشرموله اللي غادير بالخيضات الخيضات وان شاء الله وداك باش نشارك معكم حتى انا الوصفه ديالي بطبيعه الحال وتتبعين ما كنساكمش وضروري ندير اللمسه ديالي في الكوزينه ولو شي حاجه غير في العصر انا كنخرى ما حلوني غوص لا انا غنحركم تابعوا الله أمي زهرة ورينا دابا شنو هي الشرموليه باش غتشرجي الخيضات هما الخيضات ديال الدجاج مغسولين ناضيين مرقدين في الحامض والملح البارح درتي دابا غادي نشرملوهم شحال درتي الخيضات 8 كيلو دابا شحال من كيلو قلت لي 8 انا بالحبات باش طاري تما والله ما عرفت بنتي ابتسام اللي قالت لك علاش كي عبرت لي بالحبات ضربت داكشي اللي طلبت اللي عطاوني انتوما على البودر اللي خديرو عبار قياسنا في عينينا ثوما بودر غادي نديرو هاد الصلصة الصوجة باش غادي نجري هاد شتي هاديك ثقيلة على الأولى اللي قلت لك البارح هاديك زوينة بركة ساليتي ليها ليا سعدنا بك سالا تمشي التحميرة ديال عيني ميزاني اللي قلتها هذا يقولوا لنا المقاد القناة القديمة فاش كنتي كنقول كندير عيني ميزاني كيقولوا لي متتبعين قولي لنا المقادير اش من عيني ميزاني متتبعين ها الروينة ديالي انا راه موجودة راني غير كنتسنى امي زهرة باش نصور معاكم وهنا خرجت مروية ديال الشحمة حيت جدي كيبغيهم نسخنهم له شنو امي زهرة؟ لا خرجت لاصوص ضروري اللي غادي باش غنمرق اشنو درتي في لاصوص؟ لاصوص درت فيها مطيشة الحب درت فيها بودرة نتوما ودرت فيها زيت بلدية والبزار زيت بلدية والبزار صافي والملحة درناها في هذا درتي غير شوية منها باش مرقتي داك باش نمرق هاد العطرية باش حيت قلتي لي بركة على الصوص لا كنضحك معاك يا تلالك إلا تلالك نجيبوها ما تكونش غالية بحال الفلفلة لا ها هو الفلفلة شحال فيها ويلي 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 خليها على الله تم وتتبيعيني أنا مابقى المسكين فين يعيش والله عرفتي غير انا اللي دابا كندير بالموجود وكنعوض بلاصه الحاجه الغاليه كنعوض بها بحال دابا الفلفله تعطيني اللون صح كتعطي حتى المذاق وليني غاليه ما شريتهاش قلت لك ما تنقاش شويه عارفين الكوليسترول بقى كل غير نحب بلاصه دابا مشات من الخضره كتغلى حتى الدجاج دابا غاليه هذا العام العام اللي فات تبرعنا فيه غادي نخدم يدي الصراحه الشيء راه ما هانتوما بسم الله هانتوما شرملو حتى ملي تكشرملو حركيهم كاملين لا ايوا خص باش تدخل كلشي ياه ها شرملو باين داكشي غيجي بنين ايوا كنتمناو لا غيجي بنين ان شاء الله انا اي حاجه كتجي من عند امي زهره كتكون بنينه ايوا بطبيعتي بحال عند الوالدين اي حاجه من عند الوالدين كتجي بنينه سبحان الله العظيم ولو نعيو ما نطيبو ما نديروش بحال طيابهم قالك محسن مسكين راه ايوا ماشي الخاله هادي علي قلت لك قبيله دير لهم بحال هكاك هانتي دا كي جاو بلاتي راه مزيان ها انتما متتبعين ما غايشربوا واحد شويه وغادي نتابعوا معنا وغادي تتفي صافي دابا ما نطولش الفيديو على المتتبعين غايشربوا واحد شويه وخا نعطي الوصفه ديالي انا د العجينه عاد الملحه علاش ما كاينه شي عجينه امي مزهره بلا ملحه وين متتبعين هضروا مع امي زهره ما نكذبش عليك ما عرفتش اش بغات دير ما نعرفش ما عرفتش اش بغات دير واش الحلو واش الملح لا كندير لكم غير الملح انتم ما عندكمش مع الحلو ندير الحلو للسيمو بقى يحيح عليا السيمو راه كيوصل كيقرا المغرب وكيبقى يطول عنقو عليا شنو درتي يا سكر هما كيبغيو غير داكشي عامر الماكله ما كيبغيوش شي حاجه حلوه بزاف الا بغيت ندير الحلو والمالح يعني ماشي غير الحلو صافي انا غادي نعطي دابا الوصفه ديالي على ولا نعمري النيت يلا وعمري بقاش الحال النيت اصلا كيبغي قلت لك شي اه حنا ديك مع المول ديالنا ودايم المقله ديالي المقله الكبيره ديالك كبيره داك النهار كنقشب على اسماء قلت لها اش درتي قلت لها غندير بيض ومطيشه قالت لي مابقاش تحكي عليا اش درتي حتى ديك المقله الكبيره غندير فيها مطيشه ودرت فيها بلاطو د البيض صافي هات تيو مكا يبا انتم راه خليت امي زهره حتى استفات ما بغيتش نطول عليكم الفيديو
هي صفات الروز من التحت ودارت عليهم الرجيلات ديال الفخذات ديال الدجاج وكبات عليهم لاصوص، يعني ديك لاصوص المتبعين هو فاش غيطيب الروز. الروز وداكشي مازال غيطيبو لا رجيلات. دابا شنو غديري؟ غديريه في الفران. وفاش غادي يخرجوا من الفران وين تشوفوا الشكنيه ديالها؟ شوفوا على مائده الافطار ان شاء الله. ان شاء الله. دابا ام زهره تحشيه في الفران عاد جات نعطي المقادير ديالي واخا. يلاه باش ما يضيعناش الوقت. الناس يخوان حلف لوق ايوا المتبعين ديالي فاش صارت المظهره الطلا ديالها الجاطا ديال حطيتو في الفران انجرت معكم انا الوصفه ديالي اللي غادي ندير زعما ما غريبش عليكم زعما راه غير الطلا وتبدل الدجاج والعطريه عاديه غادي ندير العطريه ما بغيتش نكثر عليكم باش نطول عليكم الفيديو حتى طولنا على المظهره العطريه غندير بودره الثوم غادي ندير كيس ديال الخرقوم البزار الملحه فاش غادي تنصف عليها غادي ندير الزبدة صافي اييه غادي ندير البصله تحت وغادي نعطيكم الطريقه ديال العجينه الطريقه ديال العجينه شي مختلفه غادي ندير معاكم غادي ندير هنا درت جوج كيسان ديال الحليب بلاش غادي ندير عليهم المتبعين ديالنا جوج بيضات الله صافي ها غندير المتبعين بودره الثوم والثوم مع البيض ومع الحليب ديالك غندير واحد شويه من البزار باش نسمو هاد العجينه ديالنا على مود راه تسمى غادي ندير شويه ديال السودانيه حاره غنديرو مليحه شويه بغيتها تكثر حيت غادي ندير بيها الفرماج مال جوج كيسان ديال الطحين و الفرص المزيان هاهو المتبعين الفرص ديال الحلوى أييه يكونو مغربل على الحال و راه كيغربلتي يا بنتي كتبغي لا كنشوف حتى كيدير الطحين بلا تغربي أنا غير دابا المتبعين غنطحن هادشي غنطحنو و عاد غادي نزيد عليه الفرماج و نعاودو الطحين و عاد نشاركو معاكم صافي تابعو دابا تابعو وين المتبعين ديالي ايوا يا المتبعين ديالي غير ديالك بوحدك ديالنا كاملين هاكاك هانتم جاتهم الغيره جاتني الغيره منكم جاتهم الغيره عليكم يلاه هو غير مناش غير بالبنت ايه قالت لك المتبعين ديالي العجينه انا غادي نوريكم الطريقه باش راه ديك العجينه درتها في هاد القريعه وثقبت القريعه من هنا ما عنديش هذوك دي بحال اللي عنده بحال هادي المايونيز خاويه يستعملها هانتم راه كتكون فيها هاد اللعيبه غادي نخدم بها انا ما عندي هذه كلشي الحلومه هذيك عامره يعني غادي نستعمل دخلت قرعه عاديه وتقطت هنا الغطايه ديالها ودرت فيها ديك العجينه اللي خلطت باش ما ننساش راه العجينه درت فيها جوج معالق زيت البلديه وبغيت شو جات ملي جاي لك فوق العجينه عجبوني ها انتم شوفوا كيف غادي ندير العجينه هادو راه خيبات مشبكين خيبات مشبكين كناخذو مقله اللي ما كتلصقش كندهنها بزيت بهذه بالزبده مذوبه ها هي فين كديروا الدخيل اللي عنده المربع يديرها انا عندي غير دائره صافي وكانوا بزاف العجينه هكا مشات عشوائي والعماره والعماره ها هي راه وجدت المتتبعين ديالي درت فيها صلصه الصوجا تقولوا ما قلتها لكمش ضروري انا حتى الا كنت ما كنقولهاش انا شي حاجه ديال الدجاج كندير فيها صلصه الصوجا شنو درتي دابا في هذيك اللي زيت العود نسيتيها قبيله وقلتيهاش انت دابا فين قلتيها صافي وانا اللي ما كاينش درت فيها شويه الزعتر نسيتها بالزعتر وفاش خليتها حتى بردات ودرت الجبن الجبن ديال الدهن هانتوما راني شفتو كي شفتوني راني قلبتها ايوا دابا باش نحيدها نحطها انا كدير غير نص طيبه حيت باقا غتعاود درتيها في الزيف هاد ها هي راه ديجا راني موجده هانتوما جي نعاود معاهم الاخرى لا صافي راه شافوا عاودي لهم التعمار دابا دابا غنعاود التعمار غير صبر ما زهر ما كيزربينها هانتوما المتبعين الداد المغربي الداد المغربي هي مزيان شكل عشوائي ها المغرب تيجري علينا الفجر تيجري علينا هانتوما ها كوني ها راه علي مزيان شوفي لا سكر نسمى زيغ شوي من الدم ها كنا يما زيغ النخ ها كنديروها بشكل عشوائي تلقاش بيه كامل يمشي ها هو راه غير عمر حتى انا مثلا كنستعمر ست شخط يلا طاو فران هي خطك فران زكا فلا
ونغري لا وفران لا يتغزقوا في لا يتغزقوا دا يشعلهم على جوج جهات نغري لي شعلت غاسخ في جوج جهات اللوز كدا يضربتو كثار. ها انتم المتتبعين كيف ما كتشوفوا معنا بلاتي نقلب هادي باش ما تبي انا قلبة مع كلها انا بقى شاده غير هنا قلبي هنا قلبي متتبعين ايه كندير بحال هكا كتجي صراحه ديكوريا زوينه واللي بغى يديرها عاديه بحال شكل غريره كي عاديه يديرها بطبيعه الحال ما خدمش يدي كتجي شبيكه يا سلام ها انتم المتتبعين ديالي ها انتم كندير لها لا حتى حاجه باش زعما باش نلصقها ولا انا هزها بحال هكا ونحطها في اللاطه بحال هكا صافي هذيك هي الطريقه هذه هي الطريقه بغيت نعاود معكم واحده اخرى نحيد هذه باش نهز اخرى نحطها هنا يعني طابت نحطها هنا حتى المقله تما بلاتي ونتصور ونخدم ايوا بطبيعه الحال الا عوجت تصور ماشي مشكل ايوا نخليوها الكريبه ديالنا الشبيكه ديالنا لا ما تستاهلش ما تستاهلش الحبيبه تحرق ها انتم المتتبعين راه هاد العجينه كتعطي الرم ديال هاد ديال الكريب ديال الكريب غير العجينه غير قليله وكتعطيها ويني اللي كريب المالح ماشي الحلو بطبيعه الحال ولا بغينا نديرو حلو نعمرو بالمعسلات ضروري معسلات فواكه معسلين حلو راه السيمو ديال قلت لكم المتتبعين انا درت لهم بحال هكا غادي نديرهم في الفران كيف ما كتقولي هضرت باش الحكايه اللي ما غاديش يفهمني غادي نشعل اللي كيشعلوا الفران من الفوق ومن التحت غادي يحشيها نيت ويحمر من الفوق ومن التحت اللي ما كيشعلش الفران من الفوق غيشعلوه غير من التحت غيديرهم غيدير لاطا من الفوق حتى يطيبوا يزيدوا يتحمروا من التحت ويردوا تحمروا غير شويه حيتاش الشبيكات ديالنا راهم طايبين كتزيديهم لا فرماج لا والو لا صافي غير هكا اللي كيزيدوا الفرماج اللي بغى يزيد انا صافي حيت انا عاجنه العجينة طاحنا الفرماج الاحمر هنا دايره الجبن راه بركه حيت كيجيوني زوينين كاع راه زوينين كاع غير هكا الشبيكه ديالو راه غادي نسالي داكشي اللي تقضيت لرمضان غير في السيمانه الاولى راه مو تيجيو زوينين هكا الشوف الكين انتم فاش غيطيبوا ان شاء الله راه غادي نزرعوا تشوفوا انتم دابا تشوفوا ان شاء الله ان شاء الله بعين ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا هاد الطبله ديالنا هي محطوطه لي كريب ديالي مشبكين كيف ما قلت لكم هما موجودين هما جو صحه يا سلام شوفوا شوفوا كيكونوا مقرمشين ها انتما نحلها لكم من الداخل كتكون واحد العماره فنه يا سلام انا راه تسالت لي العماره غير هاد جوج بصات لي عمرت بهذيك العماره شاركت معكم وهادو دغيا درت واحد جوج بطاطات في الكوكو تسلقوا ومع الفرماج هو اللي واجد عندي ها هي كتجي زوينه كندير عقلتي كنت كنديرها او مي تعطيكم الوصفه ديالها الكاطن ديالنا اللي صوبته المتتبعين ها انتما شوفوا المتتبعين مازيغ العرب ها انتما كنتمنى هادشي يعجبكم ايوا عطيو لي التعاليق ديالكم الا ما عجبتكمش شي حاجه قولوها ايوا المخمر غير البارح اللي سخنا بقى لي طلعت ما بقاش يتلاح قلنا ما كاينش علاش تضيع اللهم غير ولي هادو شاطو هادو شاطو ديال الواد ايوا قلت لها ايوا هادشي اللي عطاه المتتبعين هي مازال قبلات غير فنخ الا كاينه شي حاجه ما عجبتكمش وقولوها لنا في التعليق هانيه بالقلب الصافي وكاينه شي حاجه عجبتكم قولوها المهم علقوا بشي حاجه كما كان ايوا كنتمنى الفطور يعجبكم وهادشي اللي درني يعجبكم وشكرا والله يسهل علينا وعليكم وش هي طايبه ومزينه وليكم الله بركه الزهر شفت الماي